مشاهدينا منتابع نحن وياكم اكيد عيد الميلاد ما بيحلى الا بالترانيم الميلاديه الا بالاجواء يلي نحن بنقدر من خلالها نصلي مرتين نعيش هيدي الفتره. وكيف اذا كان كمان الصلاه مع اشخاص كان لهم اختبار انساني وكان لهم اختبار بيخدنا لعمق هيدا العيد يلي بيشبه الحياة وهالحياة يلي منتطلع لها بأشخاص منتعلم منهم. ضيفتي لحتى نرنم مع الميلاد ونحكي عنها ومع بروحية هيدا العيد ريتا مارديني. صباح الخير ريتا. صباح النور. أهلا وسهلا فيك بشهادة حياتك وبإرادتك للحياة اللي دايما نتعلم منها. رح نحكي ورح نرنم الميلاد أيضا. رح يرافقك على الأورج توني بطرس. توني أهلا وسهلا فيك كمان رح تكون معنا خلال الحلقة. ريتا لما نرجع ونحكي عن إصرارك لحتى تطلعي على الحياة بالرغم من قد الحياة قسيت بمطرح من المطارح، بس كنت أقوى، كنت دايما فرحانة بالرغم من الألم يلي مرقتي فيه. ريتا عانيت من ضعف شديد بالنظر وهذا الشيء ما منعك أنك تتفوقي على هذا الموضوع. خبريني أكثر كيف بلشت الأمور وقدي كانت فيها معاناة ووجع لحتى حولت هذا الوجع لفرح ولإرادة حياة. أول شيء صباح الخير. أهلا وسهلا. تاني شيء هيدا الشرف أنه أرجع أطلع مرة تانية من خلال هذا البروغرام. أنا خلقت طفلة عادية، بعد فترة اكتشفوا أهلي أنه عندي مشكلة كبيرة بالنظر. كنت ما أقشع أبدا يعني، وقطعت بعمليات كتير، عملت كتير عمليات لحتى صرت أقشع شوي يعني 5%، وحالياً بقشع 5% بعين واحدة، بعين اليمين بس، والعين الثانية مطفية ما بقشع فيها. أكيد تعذبت كتير يعني، وتعذبوا أهلي معي، عمليات كتير ومستشفى يعني، ما شفت البيت قد ما شفت المستشفى صراحة. بس كتر خير الله يعني، من بعد عذاب كتير وعمليات كتير الحمد لله أنه هيك صرت عم بقشع شوي، رب هداني نور يعني. وعذاب قد ما بدك كان، بس انه كمان كتر خير الله مع آلام يسوع دايما. ريتا هيدي القوة وهيدي الإرادة اللي شخص مثلك بيتحلى فيها نحن بحاجة لها اليوم، لأنه بوقت كل الناس عم بتعاني، كل حدا على طريقته، كل حدا بمعاناته اليوم بهيدي المرحلة يلي عم نوصلها، إن كان مع الوباء، إن كان مع المرض، إن كان اقتصادياً، اجتماعياً، كل شيء. من وين الواحد بيجيب هيدي القوة يلي عندك إياها، ومن وين بيجيب هيدا الإيمان؟ لأنه عن جد نحن بحاجة نعرف أدى هيدا الشيء بنفس الوقت صعب ولكنه ممتع وبيخلينا نشوف الحياة بغير وجهة نظر. كل إنسان بيقطع بمصاعب بحياته ما حدا مرتاح، هذا أولاً، وخصوصي هلأ أنه هذه الفترة يعني كل شيء إجا مع بعضه مثل ما قلت. فأول شيء لازم نعمله أنه نطلع على السماء لفوق ونطلع أنه نشوف أنه في عنا رب هو ما حيتركنا، ما حيخلينا نوقع، ما حيخلينا نضعف، ما حيخلينا ننوجع. يمكن الحياة توجعنا كتير كتير كتير، بس هو ما حيخلينا ننوجع إلا ما تفرج، وإلا ما يكون في عنا بصيص أمل هيك شوي صغيرة، هذا اللي لازم نتمشك فيه، وما لازم أبدا أبدا هيك نشيله من بين إيدينا حتى لو كان 1%. هذا الأمل هو اللي بخلينا أنه نتمسك زيادة. الأشخاص اللي حوالينا اللي بحبونا اللي واقفين حدنا، كل إنسان هيك الله بيبعث له ملايكة حواليه لحتى يكونوا حده ويقووه، فنحن منقوى ببعض ومنقوى بالرب. طبعا هيدا القوة يلي عم تحكي عنها جسدتية كمان بالرغم من كل يلي مرقتي فيه، كان عندك إصرار لمتابعة دراستك، كان عندك إصرار أيضا للغة الموسيقى يلي أردت أنك تتعلميها. قبل ما نحكي عن هيدي المرحلة كلها، توني معنا وجاهز لحتى نبلش نسمع ترنيم كمان منك. رح نسمع، شو رح نسمع أول شيء؟ ليلة عيد. يلا نسمع ليلة عيد، ومن بعدها بنحكي عن هالعيد يلي قدرت تحوليه لفعل إيمان من خلال إصرارك على التعلم وتعلم الموسيقى. أيضا تفضلوا. ليلة عيد، ليلة عيد
بتعيد زينو ناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلي ليلة عيد صوت ولادة تياب جداد وبكرة الحب جديد عم يتلاقوا الأصحاب بهدية خلف الباب في شجرة بالدار يدوروا ولاد صغار والشجرة صارت عيد والعيد أسوار بإيد والإيد تعلق عالشجرة غني وعنا إيد ليلة عيد ليلة عيد الليلي ليلة عيد زينو ناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلي ليلة عيد صوت ولاد تياب جداد وبكرة الحب مغارة كل بيوت تلمع مثل الياقوت كيف جبتي عالدار تلج سرايط وقمار مين اللي جاي بعيد عم بيرش مواعيد دق ابواب الناس ويمشي والخير علينا يزيد ليلة عيد ليلة عيد الليلي ليلة عيد زينو ناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلي ليلة عيد صوت ولاد تياب جداد وبكرة الحب جديد إن شاء الله هالحب يلي بيتجدد كل يوم بإرادة الحياة وبنعمة الحياة يلي لازم نكون شاكرين مثلك أنه نحن طلع نهار جديد علينا وقادرين نحقق ريتا اليوم لما انضميت لجمعية حرامون للمكفوفين وبدأت تعلم الموسيقى خبريني شوي الموسيقى كان لها طعم آخر وكان لها تحدي آخر فسري لي شوي عن هيدي المرحلة قد كان عندك إصرار أنه تعوضي كل هيدا الشيء البشع يلي مريتي فيه بشي حلو يغطي كليا على هيدي المرحلة صحيح أنا كنت أول شيء تلميذة عادية بمدرسة كنت بالنوتردام دي زابوتر وكنت كمان كفيت بالثقافة على بيا كيف ما يعني درست أول شيء لوصلت للبروفي لحتى أكون على القليلة أنه معي شهادة بإيدي أنه قدرت أوصل كمل علمي شوي بس قررت أنه كفي شيء بشيء اللي أنا بحبه بالفترة اللي قبل ما أنتقل على الثقافة هي فترة 3 سنين كنت أنا قلت أنه كنت عاملة عملية وماني قادرة كفي مدرسة يعني قبل ما كفي للبروفي قررت أنه فوت بجمعية حرامون للمكفوفين بوجه لهم تحية كتير كبيرة وخصوصا ميشيل مالك هو المسؤول فوق ففوق هيك تعلقت بالموسيقى أكتر لأنه أنا دجا عندي هيدي الموهبة وكنت غني من أنا عمري 8 سنين فنميت الموهبة فوق أكتر كان صعب أنك تتعلمي موسيقى؟ كان كله على السمع صراحة لأنه جمعية كانت كلهم مكفوفين طبعاً. يعني الشخص اللي كان يعزف على الأورك كمان أستاذ حسام كمان بجله تحية كمان هو كان كفيف يعني فهذا الشيء كمان قواني أكتر أنه عطاني ثقة بحالي أكتر أنه نحن صحيح يمكن عنا ضعف بمطرح معين بس في عنا قوة حتظهر بمطرح تاني فاشتغلت على حالي على هذا الموضوع بس قررت أنه أرجع كفي مدرسة فتركت فترة كفيت مدرسة أخذت بروفي قررت أني فوت على الكونسيرفاتوار هون صرت يعني بطلت ضمن الجمعية صرت لحالي بس صار تحدي أكبر صار لما قررت تفوت على الكونسيرفاتوار صحيح خبريني مين شجعك في حدا هيك نبهك أنه لا انتبهي أنت عم تروحي على خطوة يمكن أكثر من قدرة استيعابك وأنت كان عندك إصرار أو الكل كان مشجع لا صراحة الموضوع. الكل كان مشجع وكلهم يعني أصلاً ماما يعني كانت أكثر حدا محمس أني فوت على كونسيرفاتوار ونمي موهبتي لأنه كان عندها هي أكثر حدا كان عندها ثقة أنه بقدر أوصل كل شيء صعب بالحياة كل شيء بده تعب طبعا اذا ما في تعب ما في حلاوه للنجاح ابدا شو ما كان رح نسمع هذا النجاح اللي اشتغلت عليه بترنيمه ثانيه شو رح نسمع منك ومن توني مغارب عيد الليل اوكي عيد يلا الليل. نسمع صوت العيد
الأوبرا، أوبرا لبنانية اللي انضميت لها كمان ريتا، كنت دايماً عم بتعلي السقف بالتحديات صحيح يلي عم بتروحي لقلن. خبريني شوي عن أوبرا لبنان، عن مشاركتك، وعن قدي كمان صوتك نضج، عن قدي أنت كمان موهبتك صارت ثابتة أكتر وأكتر. اسمح لي اول شيء وجه تحيه لكل التيم، بقول لهم انا كثير اشتقت لهم، صرنا زمان كثير ما عدنا تمرنا من وراء كورونا وهيك. اوبرا لبنان مثل ما كان تحدي الكونسرفاتوار كان تحدي اوبرا لبنان، لانه كان في تحدي كثير كبير، انه انا حكيت قبل بمره عن هذا الموضوع، اضطريت اني اطلع بدون عويناتي على المسرح، هون كان التحدي الاكبر. يعني الصوت كان جاهز الحمد لله، بس كان اكثر شيء اتكالي انه بدي اطلع بلا مسرح بلا بنات على المسرح. انا انه هون انه اخ انه كثير صعبه الخبريه. كيف لا تقبلت الموضوع؟ كيف لا قلتي انه خلص ايه بدي اعمل؟ انا اول شيء كنت بدي انسحب، هيدي اول مره بقول انه لا بدي انسحب. بس بدي وجه تحيه، اسمح لي، لميرانا ميرانا نعيمه، هي كانت السبب انه ضل، انه قالت لي لا بدك تضلك وبدك تجربي وانت فيكي، انه نحن بناخذ القوه منك انت فيك. فهون زاد التحدي اكبر، الحمد لله انه تخطيتها ومش الحال، وسافرت معهم وعملت معهم كذا عرض بكذا مطرح، والتيم كله كان دعمني، كلهم فردا فردا كانوا محوطيني مثل العائله، عن جد كانوا هن عيوني على المسرح. رح نسمع ترنيمه جديده كمان قبل ما احكي عن كيف التعامل مع الناس وكيف هالانسبيريشن يلي عندك اياها عم تنقليها للعالم، لانه اليوم كمان صار هذا موضوع مستقصد لحتى تكون انسبيريشن للناس، وهذا شيء كثير حلو. رح نسمع ترنيمه جديده. شو حنسمع؟ بمغاره؟ يلا بمغاره مدوية. مغارة مضواية فيها طفل صغير، والسما معباية نجوم وعصافير. بمغارة مضواية فيها طفل صغير، والسما معباية نجوم وعصافير. والدنيا الحال تلون الزمان، محبة وصلاة سلام وأمان. والدنيا الحال تلون الزمان، محبة وصلاة سلام وأمان. مجوس ورعيان وزينة والمكان، مجد بالأعالي الإله الإنسان. مجوس ورعيان وزينة بالأعالي الإله الإنسان. هليل 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 ريتا مرديني. رحلة من الظلمة إلى النور، والنور يلي مش بس شفتيه بعيونك إنما شفتيه بقلبك بروحك بكل شيء عم تتنفسيه بهيدي الحياة، لما تكوني مصدر إلهام للآخر قد هذا الشيء بيسعدك. وقد اليوم نحن بحاجة لأنه نسمع منك كلمة أخيرة قبل ما نختم مع ترنيمة كمان، لأنه مع الأسف في ناس نظرة 100% ولكن هي ما عم تقدر تقشع بقلبها، وهيدا يمكن الوضع يلي موصلنا لهون، لأنه في ناس هالقد ما كانوا عم يقدروا يقشعوا بإنسانيتهم وصلونا للفساد، ناس ما قدروا يقشعوا بقلبهم وصلونا لأنهم سرقوا مصرياتنا من البنك، ناس ما قدروا يقشعوا بقلبهم وصلونا لكل هيدا الذل، لكل هيدا الفقر، لكل هيدا المرحلة البشعة يلي عم نمر فيها. شو بتقولي لهم؟ أخ شو بدي أقول لهم؟ أول شيء بدي أقول لهم طلعوا بالنعم اللي الرب عطيكم إياها، واشكروا ربكم، وما تتكمشوا بالقصص التافهة على هيدي الأرض وبدكم كل شيء لإلكم. بالعكس جربوا حبوا لمرة بحياتكم، جربوا ساعدوا من دون ما تطلبوا مقابل،
جربوا عن جد تعرفوا المعنى الحقيقي للعيد اللي صرنا نحن عن جد فاقدينه. صرنا بنركض للزينة وبنركض لكل شيء مثل ما بيقولوا قصص أرضية، عم ننسى أنه في طفل المغارة اللي هو خلق بمزود، يعني خلق قديش هو متواضع وفقير، يعني خلق بأفقر مطرح عن جد. يعني نحن إذا نتمثل شوي فيه حياتنا بتكون بألف خير. كل بطلب من كل الأشخاص اللي هيك شوي صغيرة عم يفقدوا الأمل بهالحياة، طلعوا على الوزنات والنعم اللي الرب عطيكن إياها، ضلكن عم تضحكوا وضلكن عم تشكروا الله، هو ما حيترككن وفي دايما حيبعت لكم ملايكة مثل ما قلت، حتكون سند لإلكن ودعم لإلكن عن جد. ريتا مردينة أنت أحلى ملايك وأحلى عادية بهالعيد لكل واحد منا مع كل كلمة عم بتقوليها وعم بترنميها كمان. توني بطرس شكرا لأنه كنت عم بترفقها خلال هاللقاء على الأورج. رح أختم معكن بترنيمة أخيرة. ميلادك يا ربي.